خد عصام، خد كمل انت. انا هيك بيشو الدقن كم مره بدي علمك. لك يا عصام انا ما حبيته كار الحلاقه، خليني بالعطاره. ما بصير يا اخي، ما بصير، لازم تتعلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش يا اخي؟ خلصوني بدي اروح على دكانتي. شو هذا؟ خير خير. شو ابو محمود طالع حلو؟ عصام بده يعلم اخوه الحلاقه بدقني. سيدي وين الغلط يا ابو محمود؟ سيد معتز لازم تعلم كار الحلاقه. تعال شو بدقني، سووها خريطه سيدي. لا 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 لا، الله يصلحك يا معتز، اعلم اهلك شوي على ابو محمود. حقك علينا عمي. سيدي انا كار الحلاقه كلياته ما حبيته وما بدي اتعلمه، ايش الشغله بالزور يعني؟ لا اذا كار الحلاقه ما بده يتعلمها اخوك اتركه على راحته بكار العطاره يا سيد عصام. انا عم بحسبها سيدي، برقد شي نهار كنت غايب وكان عندي شغل، ابي يحلق للزباين، بعدين شوف فيها اذا جرح له كم زبون بيتعلم. يا ابني هلي ما بيغلط ما بيتعلم، لكن الرفق مفتاح الرزق. شفت؟ المهم امرني سيدي. الله يرضى عليك، بدي ظبط دقني شوي. ايه تكرم عينك شيخي، هلا بخلص حلاقة ابو محمود وبخلي معتز يزبط لك اياها. لا معتز خليه بكار العطارة، دقني ما بيقرب عليها بنوب والا بروح لحلاقة ثانية. ايوه